مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوم. هذا البرنامج الذي يطوف في أرجاء وطننا الغالي ويلتقي بالعديد من الفنانين الأردنيين، فأهلا بكم ومرحبا. ضيفنا هذا المساء أيها الأحبة فنان أردني عشق الوطن، فجسده في غنائه شموخا وكبرياء، أحب تراث الأردن فاستخلص من جماله أعذب الألحان، واستمد من سحره أحلى الكلمات، وأطل علينا بشخصية غنائية أردنية بملامح متميزة وأداء أخاذ. إنه الفنان الأردني المعروف عود الزيادات. هتحطني على الخدين شو هالجسارة، ريد اشتكي على السيدة بالعبارة. هتحطني على الخدين شو هالجسارة، ريد اشتكي على السيدة بالعبارة. يا يمه قاضي العبارة، العين تشوف العين وعيني محتارة، درب الهوى والعشق ربح وخسارة. العين تشوف العين وعيني محتارة، درب الهوى والعشق ربح وخسارة. يا يمه ربح وخسارة، أبعدني على الخدين شو هالجسارة، دب العيون ومدّدوا يحنونوا، فجر غزال الذي راحوا يسيلونوا. يما يا يما حاشيني دراميلي، راحي من بين ما وكاك ناجيلي. يما يا يما حاشيني مخداتي، يا بنت يلمت وشحة بشال وعيون سودا داخل خبابج، والقد يشبه مطرق الرمان لبس العبا مخلوق أعصابج. يا بنت يلمت وشحة بشال وعيون سودا داخل خبابج، والقد يشبه مطرق الرمان لبس العبا مخلوق أعصابج. يا بنتي يا سمرة وسمار زين، والكحل أسمر زين العينين. يا بنتي يا سمرة وسمار زين، والكحل أسمر زين العينين. والمسك والعنبر وطيب الأرض، بنت الجزيرة الجاي لحسابج. يا بنتي يا اللي توشحها بالشال وعيون سودا داخل خبابي، والكد يشبه مطرق الرمان لس العبا مخلوق عسابي. فأهلا ومرحبا بك يا سيد عودي، يا ضيفا عزيزا على برنامج زوم. أهلا بكم، مرحبا عودي. سمعتك في أحد المجالس تتحدث عن الأسس
الفنية التي على الفنان أن يعتمدها، خاصة في بداياته الفنية. فماذا عن بدايات الفنان عودة زيادات، وماذا عن الأسس التي يعتمدها أو اعتمدها في مسيرته الفنية، وهل ما زالت ثابتة هذه الأسس أم أنها تغيرت بتغير مراحل حياته الفنية؟ نعم يا سيدي، الواقع احنا بنعرف في البداية كأي فنان تبدأ بعبارة عن نشاطات مع أصدقاء وأصحاب وكذا، ولكن البداية الحقيقية بالنسبة لي كانت من خلال دراستي في الجامعة الأردنية، وكنت الواقع مشارك في كورال الجامعة الأردنية. قعدنا حوالي قبل الجامعة عودي، قبل الجامعة نعم. كان لك مثلا، كيف اكتشفت انك انت عندك خامة صوت جيدة تؤهلك للغناء؟ كيف اكتشفت انه انت في البداية في عندك موهبة غنائية؟ نعم، مثل ما حكيت لك، هي من خلال قعدات الأصدقاء والأحبة والكذا، كنا يعني أي حفلة خاصة نعملها يعني أشعر أنه أنا حابب أعمل شغلة أو أعمل جو أو كذا إلى آخره، فطبعا الإخوان أو الأصدقاء كانوا يثنوا علي، يعني كنت أشعر أنه في داخلك مطرب مثلا، بالضبط داخل نطاقة يعني ممكن نعمل إشي كويس. فلما نعرض علي انه يعني في كورال عم بتاسس في الجامعه، وهذا يعني كثير بادرت اني اكون من اول المشاركين في الكورال. وكان ايامها طبعا الحكي اللي بحكي لك اياه تقريبا سنه 1982، وكان اي وقتها الاستاذ الياس فزع كان مسؤول عن الكورال، والحمد لله يعني هو الواقع انا بعتبره هو اللي اكتشف صوتي ك يعني بالناحيه الغنائيه، واعطاني ادوار مميزه في داخل الكورال. بعديها برضو انطلقنا من خلال برضو الجامعة، من خلال كوننا فرقة للجامعة سميناها فرقة الجامعة، وبدينا حفلاتنا طبعا في البداية داخل نطاق الجامعة من خلال استقبال يعني الدفعات الجديدة من طلاب الجدد، من خلال عمل الحفلات يعني العادية اللي ممكن تصير بالجامعة الأردنية، وطبعا مع تخرجي أو تخرج معظم الشباب اللي معايا سنة 84 انطلقنا إلى يعني خلينا نحكي عالم الخارجي، خارج الجامعة الأردنية. بالنسبة أخي حسن، بالنسبة لموضوع الأسس الفنية، الشق الآخر من السؤال، بالضبط الواقع أنا يعني أؤمن بأنه للفنان رسالة لازم يؤديها من خلال مسيرته الفنية، وهذه الرسالة لازم يعني يفني زي ما تحكي حياته في أنه يوصلها إذا كان الواقع هو فنان حقيقي. إحنا من خلال يعني فرقة الجامعة في البداية كان أمامنا هدف أنه نقدم إشي مميز وجديد، والواقع توجنا أول أعمالنا كعمل مميز اللي هي أغنية عيد مبارك يا أبو عبد الله. عيد مبارك يا أبو عبد الله، عيد مبارك يا أبو عبد الله.
بعد الزيادة طبعا المشاهد والمستمع نعم. شعر أنه هناك انقطاع نعم. في عطاء الفنان عودة زيادات ربما من 4 سنوات تقريبا نعم. نعم. فترى ما هو سبب هذا الانقطاع ومتى سيعود الفنان عودة زيادات بالجديد؟ في بداية أنا الواقع بحب أوضح نقطة ومرات أنا يعني بكون يعني حزين إني أكون غير متفرغ للفن نعم. الواقع أنا لغاية الآن أنا هاوي ومش متفرغ للفن نعم. فبالتالي يعني عطائي الفني قاعد يعني بعمله من خلال أوقات الفراغ المهيئة لي نعم. فأحيانا بتمر علي فترات بكون عندي أوقات فراغ كبيرة فبتلاقي خلالها بنتج أغاني وبعمل شغل وكويس وأحيانا بتعرف الظروف العامة ممكن الواحد أشغاله الخاصة مرات تثني عن أنه يكون عنده وقت فراغ فبصير في انقطاع بشكل عام فأنا الواقع خلال 4 سنوات كانت عندي ظروف خناكي عامة وخاصة وانشغالي بأشغالي الخاصة خلتني الواقع ما كانش عندي هالوقت الكبير أنه أعمل إشي جديد بس بصراحة شعرت أنه يعني خلال الفترة وكأي شخص ما بيمارس هواية معينة أنه شعرت أنه ناقصني لازم أنظم وقتي بحيث أنه يكون الهواية هاي دور كبير في حياتي العادية فأنا بتمنى أنه سنة 95 إن شاء الله أنه ربنا يحيينا جميعا تكون السنة اللي أعود للجمهور الحبيب نعم. ولأخواني المشاهدين ما سروج الخيل القهوة مشتاقة الحب الهيل هبوا يا الخيالة وشدوا الحيل بحضنك يا بلادي تحلى المواويل هبوا يا الخيالة وشدوا الحيل بحضنك يا بلادي تحلى المواويل ترابك الغالي حب القلب للتلي والوادي والرايات عجبينك بتلالي يا أرض الخير والحب الأصيل الدحنون بينادي علينا والزيتون المزروع بإيدينا فدواك الروح يا مية عينينا بزنود رجال تعمر أراضينا شدوا يا النشابة سروج الخيل
الحب حبيتك يا بلادي، حبك أغلى من حبي لأولادي، والقصايل لربوعك بتنادي يا شمس بتضوي في عتم الليالي. شدوا يا النشابة سروج الخيل، القهوة مشتاقة الحب الهيل، حبوا يا الخيالة وشدوا الحيل، تحضينك يا بلادي تحلى النهيل. حبوا يا الخيالة وشدوا الحيل، تحضنك يا بلادي تحلى المواويل. طب عودة الآن سؤالي يمكن يكون مرتبط بسؤال ناريمان، وهو فيما يتعلق بالاحتراف والهواية. نعم. يعني لماذا لم تفكر فعلا بالاحتراف، خاصة وأنه إحنا نشعر يعني كمشاهدين أن عودة زيادات يمتلك قدرات كبيرة. نعم. قدرات فنية طبعا. نعم. وإبداعية. نعم. لأنها يمكن تكون غير مستغلة كليا. نعم. نعم. فما هو السبب في عدم استغلال كافة قدراتك الفنية، وما هو السبب في عدم احترافك لغاية الآن؟ يعني لماذا لا تتفرغ للفن؟ نعم. طالما أنك أنت لك جمهورك وأثبتت وجودك وحضورك على الساحة الفنية. نعم. الواقع الفنان كأي إنسان، خلينا نقول صاحب مهنة أو صاحب عمل، بهمه من خلال لما يشتغل أو لما يعمل في قطاع معين وهو القطاع الفني، إنه يكون مؤمن من النواحي الكاملة، إنه يكون عنده خلينا نحكي إيراد مستقر، عنده تأمين مثلا صحي، ضمان اجتماعي، شغلات هذه. والواقع يعني يمكن للأسف لغاية الآن هذه الشغلات مش متوفرة للفنان الأردني من الواقع من عدة نواحي. المهنة لغاية الآن مش منظمة تنظيم جيد، واللي صاير انه ما فيش نقابة كمان لغاية الآن، انه او اتحاد للفنانين مثلا. هي الواقع يعني هو في رابطة. الواقع طبعا الرابطة مشكورة بتقوم بواجبها الكامل، بس الواقع ما لهاش الصفة الرسمية اللي ممكن يعني تعطي الفنان دفعة لقدام وترتب اموره. بالإضافة إحنا بقطاع خلينا نحكي قطاع المطربين بالذات، موضوع الكوبي رايتس للكاسيت. نعم. حقوق الطبع بالضبط. طبعا الفنان أو المطرب بيعتمد اعتماد كلي على حقوق الطبع بالنسبة للكاسيت، وإنه مثلا على فرض عمل كاسيت المفروض إنه يجيني عائد عليه، مثلا كل كاسيت على فرض منباع بالسوق مثلا دينار أو دينارين، المفروض جزء للفنان المطرب، جزء للملحن، جزء للكاتب، جزء للمنتج. نعم. اللي هو يعني مسألة الاحتراف والتفرغ الكامل للفن أو للغناء. نعم. هي مرتبطة بتوفر مجموعة من الظروف. نعم. اللي لابد من أنها تتوفر حتى يتمكن الفنان من ممارسة حياته العادية. نعم. طبعا أنا يعني وبضم صوتي إلى صوت كل الفنانين، مش طالبين أن نعيش عيشة غنى كبير او الى اخره، لا، هي عباره عن حياه طبيعيه عاديه، بس نكون يعني مؤمنين جزء من الضمان والايراد المستقر. يعني ممكن يجينا ايراد بفتره معينه ينقطع بفترات اخرى، فبالتالي ما فيش هالاستقرار العائلي. الا يوجد مثلا جهه رسميه غير رابطه الفنانين طبعا؟ نعم. تدعم الفنان مثلا وتراقبه في حاله مثلا انطلاقه إلى الوطن العربي. نعم. طبعا هو بحاجة إلى من يفتح عيونه إلى أين يتجه ومع من يتعامل. نعم. ويتبنى أيضا. نعم. فألا يوجد هناك جهات مثلا تتبنى هذا الفنان؟ هو يعني الواقع عادة بالبلاد خلنا نحكي العربية أو حتى بالبلاد الأجنبية، الفنان في عنده خلنا نحكي نقابة اللي هي المفروض هو بنتمي لها، وهي يعني قاعدة بتأمن له ظروف عمله، بتأمن له ظروف شغله وكذا، وعنده مثل ما حكينا ظروف إنه مثلا عنده إيراد من الكاسيت وإلى آخره. فهو الواقع هذول شغلتين ممكن يأمنوا له إنه هو يبني نفسه بنفسه. وبالتالي يعني أنا الواقع ما بعتب يعني كثير مثلا على التلفزيون أو على الإذاعة إنه بتطلع أغاني أو ما بتطلعش أو كذا. يعني الفنان موقعه انه ينتج بشكل مستمر،
مش انه يعني يستنى تلفزيون لما ننزل له اغنيه او الاذاعه تنزل له اغنيه. المفروض الكاسيت هذا اللي هو منتشر بكل بيت وبكل ومش بالبيت بالسياره بكذا دائما يكون في استمراريه. بس عمليه انتاج هذا الكاسيت بشكل مستمر مكلف وما فيش ايراد زي ما تحكي يخلي الفنان دائما باستمرار يعمل يعني يعمل اغاني بشكل مستمر لانه ما فيش كوبي رايتس. يعني مثلا على سبيل المثال انا من الناس اللي انتجت في احدى السنوات بسنه حوالي 87 انتجت كاسيت وطبعا بين ملحن وكاتب وتسجيل وسفر و إلى آخره. يعني ممكن الواحد حط حوالي قول 30,000 دينار وهذا مبلغ ضخم. في يعني لو إحنا مثلا قلنا على مستوى الواحد يعمل مشروع عادي ممكن يدر له دخل معين. طبعا جبنا الكاسيت ونزلنا على الأسواق على أساس أنه بدنا يعني 30 هذول المفروض يجيبونا 60 أو 90. فأول ما نزلت أول نسخة انتسخ منها مئات والألوفات النسخ وكأني مسكت يعني 30,000 دينار ووزعتهم بطريقة. هو الآن في يعني قانون يعني حديثا تم إصدار قانون لحفظ حقوق المطربين ويعني طبعا اللي بيقوموا بعملية صياغة الكاسيت. إيه هذا القانون يعني ما حمى مثلا عودة زيادات أو الواقع مشكورة. يعني الدولة قبل فترة نزلت القانون هذا والواقع هو يعني درجة من درجات المحافظة على حقوق المؤلف وحقوق المطرب بشكل عام وحقوق الفكر لهذا. ولكن الواقع القانون لغاية الآن ما حسب اعتقادي ما صارلهوش تفعيل. يعني مثلا المفروض مثلا واحد مثلا ممكن تنسرق سيارته بروح بيقدم هذا إن والله أنا انسرقت سيارتي. فالمفروض انه في جهه تتابع انه بتدور على اللي مين سرق السياره وكذا وكذا وتعيد له حقه هذا. مثلا بالكاسيت انا مثلا قاعد بشوف في ناس قاعده بتشتري او بتنسخ كاسيتي قدامي فما فيش يعني لازم انا اروح ادور مثلا مين اللي نسخ هذا واجيب 2 شهاد انه والله اللي يعني اللي نسخ كاسيتي فلان وفلان او اقيم الدعوه عليهم وعشان يعني كأنك تطالب وجود جهة أمنية أو قضائية تتولى عملية متابعة هذه الأمور. هي الواقع لحفظ حقوق المؤلف أو الفنان. نعم هي في جهة يعني بيسموها يعني مراقبة المصنفات أو مراقبة الحقوق التأليف اللي هي لا يعني هي معنية في إنه أي كاسيت ينزل منسوخ تمسك الجهة اللي نسخته وتقدمها للقضاء وترجع حق للفنان. وباعتقادي لغاية الآن يعني مع احترامي لكل الفنانين الأردنيين بشعر أنه نجومية الفنان الأردني لا يمكن يوصل لمرحلة النجومية إلا إذا صار تفعيل لهذا القانون بشكله الكبير. لأنه وحينئذ بتلاقيني أنا من أول الناس اللي احترفوا الفن ومشوا في هالطريق هذه. ومزيون دخلت قلبي وتتلاعب في ساعد كله يا ربي وساعد هني. مزيون دخلت قلبي وتتلاعب في ساعد كله يا ربي ساعد هني. ومزيون دخلت قلبي وتتلاعب في ساعد كله يا ربي وساعد هني. يما ظلوا حياني لو واحد البندقية سهم عيونه رماني خلى روحي ضحية. يما ظلوا حياني يما ظلوا حياني لو واحد البندقية سهم عيونه رماني خلى روحي ضحية. يما ظلوا حياني خلى روحي ضحية. اوف يابا
سافر يا حبيبي وارجع على الطول بالله الغيبة، سافر يا حبيبي وارجع على الطول بالله الغيبة، والدار بعدك أضلى الله أعطاك الهيبة، يابا الله أعطاك الهيبة. بحبك ويريدك وش طالع بيدي وبيدك، مدري المحبة من الله ولا برادة عظيمك ولا برادة عظيمك. سافر يا حبيبي وارجع لا تطول بالله الغيبة، سافر يا حبيبي وارجع لا تطول بالله الغيبة، والدار بعدك أفضل والله أعطاك الهيبة، يابا الله أعطاك الهيبة. يا أبو خذيت النقرش يا عذاب عيونك ما هاوي، يا سبا شيكا يبني بي حيضين والله غيرك ما هاوي، يا ابو خديت النقرش يا عذاب الشيكاوي يبني بي حيضين غير عيونك ما هاوي. قالوا بدل ما بدل قلت مرضى البيبي له، قالوا بدل ما بدل قلت مرضى البيبي لو انا بدل حبيبي ابو عيون الكحيلة، قالوا بدل ما بدل قلت مرضى البيبي شلون بدل حبيبي ابو عيون الكحيلة. أخي عودي، أنت كفنان يا ترى هل تؤمن بفكرة أن يتخصص الفنان أو المطرب بلون غنائي معين، ولا أنت مع مثلا شمولية في هذا المجال أنه ممكن يغني أي لون؟ نعم. وما هو اللون اللي بتميز فيه الفنان عودي زيادات؟ نعم، لا الواقع أنا مع فكرة التخصص، يعني أنه كل واحد يعني يأخذ خط معين أو لون معين في حياته الفنية، وعلى أساس دائما في التخصص في نجاح. أما في الشمولية إن والله يقتطف من هنا أغنية ومن هنا أغنية وعدة، يعني غير حتى موضوع اللهجة نفس أسلوب الأغنية، إنه تكون مرة بيغني إيقاع سريع مرة بيغني إيقاع بطيء مرة بيغني هذا، فهاي في شتتان فيها، يعني المستمع أو المشاهد بيحس حاله إنه الفنان مش قادر يعني يطلع عليه من أي زاوية. فأنا الواقع مؤيدين بقوة إنه في يكون في تخصص للفنان. بالنسبة للوني أنا طبعا أنا بغني اللون الأردني، يعني الأردني العادي، يعني ممكن نحكي المستمد من التراث لكن تدخل عليه بعض الواقع هو خط من خطوط هذا، إنه باخذ شغلات من التراث القديم بطورها بتوزيع جديد وتسجيل جديد وبنتجها، وبالإضافة إنه ممكن أخذ أغاني جديدة يعني مش تراثية، يعني هو الواقع في احيانا في خلط بين الاغنيه الاردنيه والتراث الاردني. التراث الاردني اغاني تراثيه قديمه غناها يعني اجداد بالضبط، وبيقدر يغنيها كمان اي مطرب، هي ملك مش لملك المطرب نفسه، هي ملك لكل المطربين او كل الناس، ملك الناس كلها. اما الاغنيه الاردنيه او الاغنيه الخاصه هي ملك للفنان نفسه، يعني انا مثلا عملت على سبيل المثال اغنيه سروج الخيل، كانت من كلمات والحان الاستاذ سامي خوري، اغنيه اردنيه بكل معناها، بتحكي عن الغربه عن الوطن وبتحكي عن الخيل وعن القهوه وعن حب الهال وكذا، فهذه مش اغنيه فلكلوريه ولكن اغنيه اردنيه بكل معناها، عرفت كيف.
فأنا ماخذ الواقع الخطين، خط تطوير التراث خلينا نحكي الأردني، وخط إنتاج أردنية مستمدة مثلا بإيقاعها وبكلماتها من واقعنا المعاصر، واقعنا الأردني المعاصر بالضبط. حتى من ناحية الكلام يعني بفضل أنه بأغاني أحكي الكلام خلينا نحكي اللي جميع مستويات الأعمار تفهم يعني الكلمة وتفهم معناها، عرفت كيف؟ بتعرف كل وقت له يعني كلماته له مدخلاته له كذا، فبالتالي بدك تحاول انت تمشي مع التطور، ولكن اهم شيء انك تحافظ على الجوهر. نتوقف قليلا عند زيارتك الى دمشق. نعم. الى سوريا ومشاركتك في هذا المهرجان، وكيف كان استقبال الشعب السوري للفنان الاردني عودة زيادات؟ نعم، الواقع كانت هي المره الاولى اللي انا بزور الشقيقه سوريا، وتفاجأت جدا يعني في الاستقبال يعني الكويس اللي لقيته من خلال وجودي بالفندق، من خلال مشي في الشارع والناس تعرفني وانا قاعد مثلا في مطعم او كذا والى اخره، فانبسطت كثير وشعرت اني انا الواقع قاعد يعني في بلدي الثاني. النغم الان من القطر الاردني الشقيق مع المطرب عودة زيادات. أصبح بوردة تذكرني بلون خدي، تخاطب عيني بمودة تصبر قلبي على بعدك. أحب أصبح بوردة تذكرني بلون خدي، تخاطب عيني بمودة تصبر قلبي على بعدك. يا حلوة الغربة عنك حبيبك ده بعتني الليل، يا حلوة الغربة عنك وين حبيبك ده بعتني الليل، حبيبك ضاع من بعدك.
يمين يمين الله ما تلهيني كنوز كنوز الدنيا عن حبك ما تقدر ثروة تغريني تنسيني حنان قلبك ما تقدر ثروة تغريني تنسيني حنان قلبك يمين يمين الله ما تلهيني كنوز كنوز الدنيا عن حبك ما تقدر ثروة تغريني تنسيني حنان قلبك ما تقدر ثروة تغريني تنسيني حنان قلبك يا حلوة الغربة عنك وين حبيبك تاه بعتمي الليل يا حلوة الغربة عنك وين حبيبك تاه بعتمي الليل حبيبك ضاع من بعدك بأفكاري وحتى الروح تفارقني أنا منسى هلي وداري وحتى الروح تفارقني أنا منسى هلي وداري هواكي هواكي دافي رافقني بقلبي بقلبي عاش بأفكاري وحتى الروح تفارقني أنا منسى هلي وداري وحتى الروح تفارقني أنا منسى هلي وداري يا حلوة الغربة عنك وين حبيبك تاه بعتمي الليل يا حلوة الغربة عنك وين حبيبك تاه بعتمي الليل حبيبك أحب أتصبح بوردة تذكرني بلون خدك تخاطب عيني بمودة تصبر قلبي على بعدك أحب أتصبح بوردة تذكرني بلون خدك تخاطب عيني بمودة تصبر قلبي على بعدك يا حلوة الغربة عنك حبيبك تاه بعتمي الليل يا حلوة الغربة عنك وين حبيبك تاه بعتمي الليل حبيبك ضاع من بعد شو كان انطباع الفنان عودة زيادات عن سوريا بشكل عام وعن الفن السوري بشكل عام في دمشق؟ الواقع الفن السوري فن عريق وايضا حتى خلينا نحكي قديم وله ايقاعاته وله يعني مميزاته ومن تعرف الخدود الحلبيه وكذا والى اخره وفي طبعا من كبار الفنانين امثال صباح فخري وغيرهم طبعا الكثير اذا فاتني الاسماء او اني احكيهم فبتلاقي انه في عراقه بالفن وبعدين في تقدير
من ناحية الجمهور من ناحية كمستمعين. الواقع أنا بشعر إنه الشعب السوري شعب سميع يعني طلع على الفنان بيسمع له بيميز بين يعني الكويس واللي مش كويس وبيشجع حتى اللي يعني حتى المبتدئ أو الموهوب بيشجعه عشان ياخد بيده. وهي شغلة يعني الفن حضارة يعني إذا أنت حافظت على فنك حافظت على حضارتك وعلى مستقبلك بالنسبة للبلد نفسه. ماذا عن مشاركات الفنان عودة زيادات في مهرجانات الأردن؟ الواقع شاركت في عدة مهرجانات خصوصا مهرجان الفحيص. نعم. شاركت في مهرجان الفحيص الثاني ومهرجان الفحيص الثالث. نعم. الواقع كان في جمهور الحمد لله منقطع النظير يعني في الواقع في مهرجان الفحيص الثاني أذكر أنه كان عدد الحضور أو عدد المشاهدين يعني بيطلع فوق 5000 مشاهد. والواقع شجعني أو خلاني أكون في ثقة أنه ممكن مثلا أنا أطلع في مهرجان خلنا نحكي جرش بقوة وخلنا نحكي أطلع بصورة مشرفة وأكون معك سريع. خلنا نعرج شوي على جرش. الإخوان في مهرجان جرش الواقع ما قصروا وكان المفروض أنا في سنة 94 أشارك في مهرجان جرش ووجهوا لي الدعوة مشكورين على إحياء الافتتاحية الأولى في المسرح الجنوبي. والواقع لظروف خاصة يعني خارجة عن إرادتي يعني قدمت اعتذاري بالنسبة للمهرجان السنة هذه وأسأل الله أنه السنة القادمة يكون عندي الظروف المهيئة أني أشارك وأنه الإخوان في جرش برضو يقبل اعتذاري ويحتضنونها السنة القادمة. طيب مهرجان جرش والمشاركة بهذا المهرجان ومدينة جرش ماذا تعني للفنان عودة زيادات؟ يا سيدي أنا قبل شوي قلت لك الفن حضارة وجرش بهالمدينة العظيمة بفنها بأثارها التاريخ الكبير اللي هذا هي عبارة عن حضارة بحد ذاتها. فالواقع احنا قاعدين من من نلتقي الفن خلنا نحكي المرئي بالفن او بالحضارة القديمة. فمن اجمل ما يمكن انه يعني انه تخلط الخلط هذا المناسب. واتمنى يعني لمهرجان يلتقي التاريخ بالحاضر بالضبط عرفت كيف. وهذا ان شاء الله جرش يعني عم بتقدم رساله كبيره للاردن وحتى للفن بشكل عام. ايام عصر على
فنان عود الزيادات، هناك فنانين أردنيين عديدين كان لهم مثلا انتقلوا من الأغنية الأردنية أو اللهجة الأردنية وغنوا باللهجة مثلا بلهجات مختلفة، وأنت صاحب تجربة، فماذا تقول عن هذه التجربة وما هو رأيك بالفنان الأردني الذي يغني بلهجة غير أردنية؟ الواقع أنا برأيي أنه يعني ما فيش مانع للفنان أنه يغني لهجات تانية، ولكن هي العملية نسبية. يعني ممكن مثلا يغني 95% من أغاني باللهجة الأردنية ويكون 5% باللهجات العربية الأخرى. بتعرف مرات أحيانا مثلا الواحد بيزور على فرض القاهرة مثلا، ممكن يكون حفلة بحب الناس تسمعوا بيغني اللهجة المصرية، ممكن يجي يغني مطرب مثلا على فرض لبناني على عمان ويغني لهجة مثلا أردنية، فالناس هيك تحس أنه قريب منها أكثر. ولكن عملية النسبية أنا يعني ضد فكرة أنه والله في ناس مطربين أردنيين متخصصين لهجة المصرية الكاملة أو بيغنوا اللهجة اللبنانية الكاملة. لا، الواقع لازم يكون للفنان هوية من خلالها ينطلق، وما فيش مانع مثل ما حكيت من غني لهجات أخرى، بس في عملية نسبية الواقع. طيب يا أخي عودة، أنت تغني فقط وما إلك أي مشاركة أو أي اتجاه في مجال التلحين، إلا أنه أعتقد إلك دور في انتقاء اللحن اللي تجد أنه مناسب. هل مثلا هذا موجود؟ هل تقوم مثلا بدراسة اللحن والتعديل عليه إذا ما وجدت أنه هذا التعديل ضروري مثلا؟ يعني أكون معك صريح، معظم أغانية بحاول أكون مع الكاتب في صياغة الجمل وإعطاء الفكرة. يعني نادرا ما أخذ كلام مكتوب يعني وجاهز أغني، دائما بعطي للكاتب فكرة معينة يكتب لي عليها وأنا يعني بغنيها. هذا من ناحية طبعا الكلام، إلا إذا طبعا مرات يعني ممكن ألاقي كلام الفكرة اللي أنا بدور عليها ألاقيها جاهزة، فبالتالي ممكن يكون عليها تعديلات بسيطة أو كذا. ومن ناحية الألحان بحب بالواقع أشارك في بعض مثلا جملة، والله هو من نوع من الأخذ الأراء، يعني دائما أكثر من رأي أحسن من رأي واحد. شو رأيك مثلا يا أستاذ هذه نعمل فيها شغلة أو نعمل هون والله وقفة أو كذا، أقول والله مثلا معك حق. والواقع يعني الإخوان الملحنين يعني بتعاونوا جدا في هذه الصورة، بالعكس بحبذوا أنه والله يكون للفنان دور في صناعة العمل. من يلحن للفنان عود الزيادات عادة؟ على الواقع في على النطاق المحلي وفي على النطاق الخارجي، يعني عرفت كيف، من بال يعني بالملحنين الأردنيين لحن الأستاذ سامي خوري والأستاذ زوائل أبو السعود، ولحن طبعا الأستاذ إيميل حداد، لحن الأستاذ توفيق النمري، وفي عندي أغنية جديدة له يعني قريبا إن شاء الله تنزل. والواقع عامل له كمان بمناسبة الحديث عن أستاذنا الكبير الأستاذ توفيق النمري، عامل له وصلة وإن شاء الله بدي أسميها توفيقيات. يعني, 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 يعني واضح أنك معجب بالفنان الأردني العريق اللي هو الأستاذ توفيق النمري. شيلي منديلك شيلي وبرمش عيونك ناديني، شيلي منديلك شيلي وبرمش عيونك ناديلي، تسلم هالقد بالميال لما برك ستميلي، شيلي منديلك شيلي 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 ميلي يا حلوة ميلي ميلي ميلي. سهراتنا شعلة نور وبدور تحاكي بدور وبدور تحاكي بدور، وانتي يا بنت الحور شيلي منديلك شيلي شيلي منديلك شيلي وادرك شعيونك ناديلي، شيلي منديلك شيلي وادرك شعيونك ناديلي، يسلم هالقد الميال لما بالرقصة تليلي، ميلي يا حلوة ميلي ميلي ميلي.
رنات الخلخال قليبي حنومان قليبي حنومان من رنات الخلخال قليبي حنومان قليبي حنومان خليتي حالي حال شيلي منديلك شيلي شيلي منديلك شيلي ودرك شعيونك ناديلي شيلي منديلك شيلي ودرك شعيونك ناديلي يسلم هالقد الميال لما درك صدميلي شيلي منديلك شيلي 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 ميلي يا حلوة ميلك ميلي ميلي رمان والخد ورد البستان والخد ورد البستان الطول مطرق رمان والخد ورد البستان والخد ورد البستان إن كان لي عندك شان شيلي منديلك شيلي شيلي منديلك شيلي ودرك شعيونك ناديلك شيلي منديلك شيلي ودرك شعيونك ناديلك يسلم هالقد الميال لما بالرقصة فنان عود الزيادات. الآن سنترك الفن جانبا ونتحدث عن عود الزيادات. نعم. من هو وكيف يعيش حياته؟ طبعا عود الزيادات كأي مواطن أردني بيعيش حياته الطبيعية العادية. أنا متزوج وعندي بنت، وطبعا بشتغل في القطاع الخاص في مجال العيون. نعم. وبمارس وظيفتي الطبيعية، يعني بطلع الصبح الساعة 9 برجع تقريبا الساعة 6 هو الشغل، ممكن أتأخر للساعة 7. نعم. وطبعا برجع، يمكن حكيت لك على موضوع وقت الفراغ، إذا كان عندي وقت فراغ معين ممكن يكون عندي مقابلة مع كتاب أو ملحنين أو مع استوديو. نعم. وأحيانا أكثر الواقع أوقاتي بقضيها موضوع الفن اللي هي أيام الجمعة وأيام العطل. نعم. اللي بستغل. أين نشأ وتربى الفنان عود الزيادات؟ في ربوع الأردن، في أي منطقة؟ في أي منطقة؟ طبعا أنا من مدينة الفحيص. نعم. والواقع يعني بعشق هذه المدينة لجمالها الطبيعي. نعم. والواقع يعني أي شخص بزور الفحيص بشعر في هالخضرة والجمال الصافي. نعم. نعم. بس يعني يمكن أنا عتباني شوية على مصنع الاسمنت بخلينا شوية عودي. يمكن في مفارقة إنه على الرغم من وجود مصنع الاسمنت في الفحيص. نعم. ممكن له بعض الأضرار على الصوت تحديدا. بالضبط. في كم هائل من الفنانين الأردنيين والمطربين الأردنيين من الفحيص. بالضبط. يعني قاعدين منقاوم الغبار ونطلع. كل وردة أشواكها ويجب أن نتحمل هذا الغبار. طب احنا في نهاية لقائنا طبعا لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للفنان الأردني المعروف عود الزيادات، وكل أمنيات التوفيق والتقدم والاستمرار في مجال الأغنية الأردنية المتميزة
للفنان الأردني المتميز عودة زيادات. الله يبارك فيكم ويسلمكم، وأنا بتمنى للمحطة العربية الأردنية الفضائية التقدم، وللتلفزيون الأردني مزيد من التقدم في إظهار الفن الأردني والفنان الأردني بصورته الحقيقية والجيدة بإذن الله. شكرا لك. شكرا. شكرا لكم. أيها الأعزاء، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وضيف جديد في برنامج زوم. هذه أجمل تحية وإلى اللقاء. Thank you.